يقول: هل إقامة الحجة تكون في المسائل الظاهرة كالتوحيد، وهل تقام الحجة بوسائل الإعلام في البلاد التي لا يوجد فيها علماء؟ الحجة يقيمها العلماء وهم يعرفون كيف يقيمونها. الحجة لا يقيمها إلا أهل العلم وهم يعرفون كيف يقيمونها. نعم. يقول: بماذا تتحقق النية وكيف تكون؟ النية هي القصد بالقلب، وليس هي من عمل اللسان، ولا يتلفظ بها، تقول نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، هذا بدعة، بل ينوي بقلبه ويدخل في العبادة. نعم.